النهارده كان يوم عامر بالمباريات والمفاجآت. يمكن اولها طبعا كان مباراة هولندا والتشيك، هولندا والتشيك وفوز التشيك بهدفين مقابل لا شيء. نبدأ بيك يا اسلام، بما اننا يلا بدأنا بينا. بياسر في الترحيب. فاسلام، انت هل شايف ان هولندا النهارده ظهرت بوجهها الحقيقي مع فرانك ديبور بعد علامة كاملة في دور المجموعات، 3 انتصارات؟ اول ماتش قلنا ان هم لا، ده هولندا فريق تعبان، وان هو ازاي تقدموا على اوكرانيا 2-0، وبعد كده بتبديلات فرانك ديبور تعيد اوكرانيا للمباراه وتبقى 2-2، ولكنهم فازوا. بعد كده استنينا نشوف بقى وشهم الحقيقي في الماتشين التانيين، فكانت انتصارين يعني بسهوله، وقلنا لا ده بالظبط هولندا اقوياء، يجوا النهارده مظبوط. يخسروا قدام التشيك بهدفين. ايه هولندا؟ هولندا ضعيفه ولا النهارده كان استثناء وتشيك استغلت الوضع الغير طبيعي لهولندا وفازوا؟ لا يعني بص، انا من الناس اللي معجب جدا كنت منتخب هولندا في المجموعات. ممكن طبعا زي ما احنا بنتكلم عن ايطاليا، ضعف المنافسين اللي موجود معاهم في المجموعه. طبعا فرانك دي بور عليه علامه استفهام في حاجات كتير، تغييراته في اول ماتش بتاع اوكرانيا بالذات هي دي الحاجه المهمه جدا. الاهم من كده هو اخذ الماتش الثالث وهو ضامن الصعود بجديه كامله، وما غيرش حد، ما عملش روتيشن، وتحس ان هو عايز يعني ايه يدخل الفريق في روح البطوله وال 11 لعيب اللي موجودين في الارض على طول. لكن المنظر النهارده في الماتش لا، هي نسخة مختلفة تماما من الفريق. الفريق أولا في دروب في 4 5 عناصر، على الأقل من أهم 4 5 عناصر. يعني ممفيس ديباي النهاردة سيء جدا، فينالدوم هو واحد من أهم مفاتيح اللعب بتاعتهم هجوميا مش موجود. فينالدوم النهاردة سيء للغاية، فاللعيبة النهاردة مش مركزة، ما تعرفش هم يعني التشيك مش للدرجة إن هي ضغط عليهم. بالعكس، إن يعني برضو في نقطة الناس حاصرة الموضوع كله في فرانك ديبور، لكن أنت النهاردة لو الراجل مالن راح الانفراد بتاعه كان جاب الجون الشوط الأول مضيعين جونين، كان الوضع اختلف تماما. يعني أنا عايز أقول لك، مع كل احترامنا للتغييرات، مع كل احترامنا للتاكتكس، انفراد تام غير الفرصه اللي ضيعوها الشوط الاول، وبعدين الكره بترد بخطا فردي من ديليخت. الراجل الاول سوء تقدير للكره، سابها تنط وبعدين اتزحلق، فاوتوماتيك قام شايل الكره بايديه. من ساعتها الماتش راح في حته تانيه خالص. فيعني الموضوع مش بس فرانك ديبور، لكن لا، الفريق عنده مشاكل النهارده فرديا، اللعيبه مش على مستوى الثقه. يعني واحد زي فينالدوم ده المفروض لعيب بالقوه بتاعته والخبره بتاعته ماتشاته مع ليفربول، لا يبقى ليه تواجد اكبر من كده. في المقابل روح لعيبه التشيك كانت حاجه مذهله بصراحه. يعني لعيب التشيك بتحارب، ما بتلعبش كوره، وانت قاعد بتتفرج على الماتش دايما تحس ان في زحمه في الملعب. يعني وقفتهم حتى وهم بيدافعوا، لا هم مش بيدافعوا، منظمين طول الوقت. يعني مش هتلاقيهم واقفين مظبوط وقفه دفاعيه مثلا 4 4 2، انت هتلاقي اللعيبه متكتله حوالين الكوره. اللعيبه عندها كميه حماس وروح غير طبيعيه، مع طبعا المجهود البدني القوي جدا عندهم. فكانت قافله على هولندا كل الاماكن. يعني فعلا اللي يضايق في الموضوع ان المنتخبات الكبيره، منتخب هولندا فيه لعيبه واسماء كبيره جدا. يعني انا بالنسبه لي دومفريز، الراجل الباك رايت الوينج باك، لعيب اكتر من ممتاز، واحد من اهم اللعيبه اللي شفتها في البطوله بالنسبه لي، لعيب ممتاز. يمكن النهارده واحد كان من احسن لعبتهم برضو النهارده، انت بتزعل عليهم. لكن ستيكلبرخ الراجل الحارس المرمى دفعهم، ده خطا برضو شخصي تاني. الجون الاول لو انت اخدت بالك الراجل طلع طلعه طبعا غريبه جدا. برضو دي مشاكل والبسيطه جدا غير فرانك ديبور. فرانك ديبور ما وجدش الحلول، التغييره بتاعت بروميس غريبه شويه، ان انت بتسحب مال النهارده بروميس ولا اداك دور هجومي ولا اداك دور دفاعي. البدء طول الوقت بداني بليند، النهارده داني بليند برضو اوت اوف جيم تماما. داني بليند هو الخبره كان بيديله 60 دقيقه 65 دقيقه، لكن انا كنت شايف ان لعيب زي ناثان اكي ممكن يساعدك اكتر في الطلوع بالكوره، ممكن يساعدك اكتر كلعيب شاب اكتر من داني بليند اللي النهارده كمان كان واحد من اسوأ لعيبه هولندا. هقف هنا اسلام وهروح لياسر بسؤالين بس، يعني عند نقط تحديدا فتحها لي اسلام بكلامه. اولا تمام. ماتياس ديليخت، وانا بشجع يوفنتوس يعني، فماتياس ديليخت في اول موسم ليه مع يوفنتوس كان عاملين حمله ان احنا عايزين نقطع ايده من كتر ما هو بيستخدمها، وبتحسب عليه ركلات جزاء بايده. هل ماتياس ديليخت فعلا من افضل مدافعي العالم ويستحق المبلغ اللي كان جاي بيه، ولا هو قدر باكبر من حد؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هتخش فيه على طول بعد كده برضو كان برضو من كلام اسلام بقى، ان ستيكلنبرج دفع او دفع فريقه الثمن بالخطا بالهدف الاول، فهل يتحمل ايضا فرانك ديبور الخطا في النقطه دي؟ لان لو نفتكر المشاكل في القايمه قبل البطوله ومشكله سيليسن واستبعاده عشان كورونا، رغم ان هو كان عنده الفتره ان هو يتعافى زي ما حصل مع سيرخيو بوسكيتس مثلا في اسبانيا، وخرج
سالسن في تصريحات غاضبه وهاجم فيها فرانك ديفور وقال انت كنت ممكن لو عايز تاخدني ان انت تاخدني، ولكن انت مش حابب ان انت تاخدني. ستيفن بيرد 37 سنه، ثالث اكبر لاعب في البطوله او ثاني، ف يعني برضو كان يسال عن ذلك فرانك ديفور. ف رد عليا في نقطه ديليخت ثم نقطه ستيفن بيرد. طيب النقطة الأولانية بالنسبة لديليخت، بص هي يعني النقطة كلها فكرة استخدام الإيد بشكل مبالغ فيه، ده موجود عند اللعيب والنهارده واضحة. عارف أنت كده تحس إن أنت دول إن أنت جايب يعني اللعيبة دي بترجع، لو هترجع لجيل اللي هو بتاع أياكس اللي كان بيلعب قصاد توتنهام وخرج وكان عامل في دوري الأبطال جيم كويس جدا، اللي هو اتاخد منه ديونج وتاخد منه ديليخت والكلام ده كله. اللعيبة دي كنت تحس إن هي مجموعة لعيبة عارف أنت اللي هم بيلعبوا دايما مع بعض في النادي، فهم حافظين بعض بشكل ممتاز وهينزلوا الماتش يجيبوا لك جون، بس لو قدامهم حد بيلعب بحركه او بفكره مختلفه بيكشفوا في بعض الحاجات. فانا وجهه نظري ان ديليخت عنده مشكله في الحته دي. ديليخت خلي بالك برضه هو لسه ستيل سنه صغير، فلسه فيه خبرات بتتاخد. النهارده ممكن اقول لك ان انت قدرته بالاكبر، بس البوتنشال بتاعه انا وجهه نظري جاي. انا شايف ان اللعيب عنده امكانيات يقدر يستغلها، بس لو اشتغل عليها على المشاكل اللي عنده هيقدر يعدي. ما اشتغلش انا شايف ان هو لا مش هيبقى موجود. ومن هنا انا هروح بقى للحته الثانيه بتاعتك بتاعت ديبور. ديبور اصلا من بدايه البطوله هو مش موجود. هو ديبور باصص لحته تكنيكال موجوده في الملعب هو مركز معاها بس، وعازل نفسه عن اي شيء بيحصل بره، سواء بقى لعيبه. حتى كان في تصريحات كتيره قوي غريبه ليه يعني، كانت الناس اتكلمت عليها ان هو كان بيتكلم على فرقه وفرقه تانيه حاجات كده يعني. فهو تركيزه مش موجود اصلا، مش موجود مع كل اللي حواليه، هو تركيزه مع خطته اللي هيلعب بيها والطريقه اللي هيلعب بيها، وهي دي اللي هتكسب مهما كان اللي قدامي بيلعب ازاي. فحصلت نقطتين، النقطه الاولانيه ان انت قدام الفرق الصغيره قدرت تنفذ 3 5 2 او 5 3 2 بشكل ممتاز، لكن في الماتش بتاع النهارده لا، انت لو كنت بتلعب 3 5 2 ولا كنت بتلعب 5 3 2 ولا كنت بتلعب 3 4 3، كان في حاجه في وسط الملعب مش مفهومه، لعيبه وسط الملعب مش عارفه تربط مع بعضها، وحتى تمركزها كان خاطئ في طول الوقت. اللعيبه ما كانتش بشكل كبير قوي مركزه، ولا كان وجود تركيزها في المباراه تماما، وده برده بيحسب مش على اللعيبه، على المدرب. انت اللي خليت اللعيبه بتاعتك بره الجيم بتاعك، انت منزل اللعيبه مش جوه الجيم. بص الناحيه الثانيه على المدرب بتاع التشيك، هتعرف بالظبط المشكله اللي كانت موجوده عند ديبور. المدرب بتاع التشيك تكتيك ممتاز، تحفيز ممتاز للعيبه، اللعيبه فاهمه كويس قوي هي بتعمل ايه او بتتحرك ازاي، عندهم روح عاليه جدا غطت على كل المشاكل اللي موجوده عندهم. انت بتتكلم مثلا لعيب زي كلاس المدافع بتاعهم ده اللي الناس كلها طايره بيه، ده لعيب بيلعب في الشامبيونشيب في بريستول سيتي. فرق الكواليتي ما بين اللعيبه مختلف تماما، بس هنا التكتيك والروح غلبت على الناحيه الثانيه. وفي نفس الوقت برضو بتاع 3 5 2 محتاج اتنين مهاجمين بيلعبوا دماغهم، محتاج ان انت عندك الباكات تكون بترفع بشكل ممتاز، محتاج ان انت الاتاك ميدفيلدر هو اللي بيزود لك الحته زياده، لان الاثنين المهاجمين بيخشوا ياخدوا الاثنين اللي في القلب، ويبقى هو ايه اللي جاي من تحت، الاتاك ميدفيلدر ده هو اللي هيعمل لك كل الشغل، اللي هو مين المفروض في حالتنا بين الظهر. رينالدو كل طبعا. الكلام ده مش موجود، كل الكلام ده مش موجود. فلا ديبور بصراحه يتحملها كامله من الاول، من اول القايمه لحد اخر ماتش، حتى لو كان قدم مستوى كويس في دور المجموعات. طيب هاخد من كلامك واروح لاسلام، واحنا حملنا المسؤوليه لفرانك ديبور، ولكن انا عايز اطلع لفوق شويه. هل يتحمل الاتحاد الهولندي المسؤوليه لان كان خليفه رونالد كومان اللي كان عامل بالمنتخب ده اداء رائع يكون فرانك ديبور اللي فشل قبل كده وشفناه في كل المحطات الكبرى اللي تولاها، كان انتر ميلان، كان كريستال بالاس، كان فشل معاهم وتمت اقالته، فهل المفروض تكون مكافاته هي تولي تدريب منتخب بحجم هولندا؟ هل ده كان طبيعي؟ مفيش اسماء تانية كانت تبقى تكون افضل؟ ليه اساسا كان التفكير يروح لفرانك ديبور؟ ايه اللي بالظبط مؤهلاته؟ بالظبط. لا هو طبعا انت كلامك صح، هو الغلط الاساس او من بدايه الموضوع هو تعيين فرانك ديبور اصلا، يعني تعيين الراجل نفسه مكان كومن. الفرق كبير جدا ان كومن كان عامل بالمنتخب حاله مختلفه تماما. خلي بالك الكلام ده قاله رود خالت من شويه برضه بعد الماتش، صرح انك في حد ما في الاتحاد في الفيدريشن هو اللي اختار فرانك ديبور. يعني الناس كلها مستغربه، حتى لعيب بحجم وقيمه رود خالت هو مستغرب ازاي بعد الماتش والزميل ان انت سابق لفرانك ديبور.
بالظبط. يعني الراجل مستغرب الاختيار. نقطة أنا عايز برضه أقول لك على حاجة مهمة جدا. أنت النهاردة وأنت بتتفرج على الجيم، أحمد بيقول إن اللعيبة مش مستعدة. لا، هي اللعيبة مش مستعدة خالص، بدليل حتى الالتحامات والثنائيات. جيم أنت امبارح يعني بتتفرج على إيطاليا والنمسا، فكل الفرق جالها أليرت، خلي بالك النمسا فريق قوي جدا، عمل ماتش أحرج إيطاليا اللي عاملة برضه مجموعات عظيمة زي هولندا. لكن النهاردة على صعيد الثنائيات والالتحامات هتلاقي منتخب هولندا كرة الجون الثاني كرة غير طبيعيه، الكره نازله بتنط ويجي اللعيب الراجل جاي من ورا بياخد الكوره ما بين فينالدوم والراجل الوينج باك دومفريس وبيخش بيعدي بيهم لوحده تماما. فانت متخيل النهارده الفيزيكال كونتاكت، لعيب جاي من بعيد بيقدر النهارده بيخش بكل شراسه وفينالدوم بيرفع ايده لورا. واكتر من التحام لو ركزت مع دي يونج، دي يونج النهارده في اخر الماتش ما كانش بيلتحم اصلا. دي يونج اي حد كان بيجي يخش جنبه في الثنائي يقوم واقع ورافع ايده للحكم. هو فالفريق بيتغطش وما اصلا بيعملش اي حاجه من الحاجات دي. بالظبط يعني، لا الفريق عنده مشكله ان انت النهارده الفريق فيزيكال مش قوي، الالتحامات مش قويه، كل ده مشكله كبيره جدا. انت النهارده كوتش بتتفرج وعندك كان لازم الفريق ده يبقى متحضر كويس جدا، لان انت شفت اللي حصل مع ايطاليا، اتجرت ل 120 دقيقه وكان ممكن الماتش يروح منها. فكان لازم الفريق يبقى على الاقل على صعيد الالتحامات والروح كويس جدا، بلس الفريق بيلعب 3 5 2 هو بيخدم على 3 5 2. يعني فكره وجود ديباي ان هو بيروح دايما ناحيه الشمال على فان انل هولت وتبدا اللعب يتجمع اوتوماتيك، هتلاقي فينالدوم دخل في قلب الملعب بقى مهاجم وجاي من ظهره دومفريس. هي دي الفكره او التركه الاساسيه اللي هو بيعملها طول الوقت. بعد المجموعات المدربين بيكونوا شافوا الفريق، وبيكون انت النهارده شايف ماتش اقصائي، لازم يكون عندك تنوع في الخطط وفي الافكار. نفس اللي قلناه امبارح عن ايطاليا، ان ما ينفعش طول الوقت يبقى سبيناتزولا هو اللي بيتحرك ودولورينزو واقف، لازم دولورينزو يتحرر، لازم يبقى عندك حلول. اللي ما شافش سبيناتزولا في ماتش شافه في اربعه، فاوتوماتيك هتيجي قدام بلجيكا هيبقى معروف ان سبيناتزولا ده هو اللعيب الاساسي بتاعك. فبرضه شويه عمق عقم كده في التاكتكس، كان لازم يبقى فيها شويه تنوع يعني. هروح لياسر وعايز اعرف، احنا لسه كنت بتتكلم من شويه وبرضو اسلام بيتكلم عن الحماس اللي كان موجود عند لعيب التشيك في مقابل الخمول اللي موجود عند هولندا. معروف طبعا وكلنا في ذاكرتنا مباراه 2004 ما بين هولندا والتشيك، كانت من افضل مباريات اليورو في التاريخ يعني. كانت في مباراه، هل التشيك دخلت المباراه دي وهي عندها الحافز من المباراه دي؟ عارف انت احيانا بيبقى الفرق بتخش تحس ان هي ليها كعبها عالي على الخصم، فهل ده بيساعد احيانا ان هو انت داخل لا انا اقدر اكسب هولندا، في مقابل ان هولندا كان يعني داخلين محبطين اوريدي، اولا بسبب مش محبطين او يعني ثقة زائدة قدام التشيك اولا من جانب، ثانيا حاطين في ذهنهم ان هو ممكن يخسروا تاني قدام التشيك، فده اللي حصل. طيب خليني اقول ان في عوامل برضو غير العامل ده. ده عامل مهم موجود، ان انت يبقى فكره ان انت يبقى عندك نفسيا روحك هتبقى اعلى لما هتلاقي ان انت راكب على الفرقه ديت. فعامه في مواجهات المواجهات المباشرة المباشره او المواجهات اللي قبل كده، ده بيبقى جميل. بس النهارده لازم نقول ثلاث حاجات مهمه جدا عن فريق التشيك. الحاجه الاولانيه التمركز الممتاز للعيبه، والتمركز ده مع زي ما احنا بنتكلم على مستوى اللعيبه اللي موجود او الامكانيات اللي موجوده في اللعيبه، هي امكانيات بسيطه. ده معناه ان في مدرب بيحفظ كل واحد انت هتعمل ايه من هنا وتتحرك لهنا وتعمل ايه بالظبط جوه الملعب. فدي جزء مهم جدا عند المدرب. الجزء الثاني اللي عند اللعيبه هو التزامهم بالتعليمات. الجزء الثالث، انت لما بيبقاش عندك لعيبه سوبر وفي نفس الوقت ما عندكش حتى مهاجم سوبر او نجم سوبر بتعتمد عليه، لازم تختلق السوبر بتاعك. فعشان تختلق السوبر بتاعك يبقى هتختلقه عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما ضربه ثابته يا اما لعبه حلوه جوه الماتش. وهما الحركتين بالظبط اللي هم منهم الجونين. الجون الاولاني الكره الثابته، الكورنر اللي بيروح على او الكره اللي بتروح على العارضه البعيده وبعد كده ترجع للعارضه القريبه وتخش جون. والكره الثانيه اللعبه الحلوه اللي اتعملت من الهجمه المرتده، لان خلاص احنا زياده اصلا بنلعب زياده طول الماتش، وبدنيا ده ساعدهم كمان. يعني ده كان جزء مساعد ان انت الفريق اللي قصادك بيلعب مطرود منه واحد، انت بدنيا انت هتبقى عالي على الفريق اللي قصادك، وزي ما ده شفناه يعني في كل الحالات اللي قبل كده يعني. فدولت الثلاث عوامل اللي اتعملوا. فبصراحه المدرب بتاع التشيك كان ليه دور كبير جدا مع التزام اللعيبه بالتعليمات اللي هم بصراحه ابهروني، والروح العاليه جدا اللي زي ما احنا اتكلمنا عليها من شويه. ياروسلاف سولافي دوت هو مدرب طبعا بالظبط التشيك. بالظبط يعني هل بوصوله لدور الثمانيه هو كده حقق اوفر من التارجت اللي كان محطوط للتشيك؟
ولا نقدر نقول ان لا الجيل الحالي من التشيك بالاسماء اللي احنا شفناها دي، لا هي فعلا بالاسماء دي كان هو ساعدته وهو يقدروا ان هم يوصلوا كمان لابعد كده من كده، خاصه ان الخصم الجاي في ربع النهائي هو الدنمارك. مارك فشايفين ازاي الماتش ده مين اللي هيكون فرصه اقرب، واحنا شفنا خلاص الفريقين بما فيه الكفايه التشيك ولا الدنمارك اللي هيكون في قبل نهائي اليورو ايا كان الاسم، هيبقى طبعا مفاجاه ان هو سواء التشيك او الدنمارك يوصل لقبل النهائي، ما كانوش من المرشحين. ف مين فرصه أكبر في اللقاء يا إسلام؟ نبدأ مثلا والله انا شايف ان الفرقتين عملوا اكتر من اللي هما كانوا عايزينه اعتقد، يعني انا شايف ان السكواد بتاع الاثنين طبعا بتاع الدنمارك اقوى بكتير، لكن فعلا الاثنين عملوا شغل كويس جدا. الطموح 1000000% زاد لان الفرقتين وصلوا دلوقتي الدنمارك والتشيك الماتش بالنسبه لهم 50 50. انا ميال اكتر ان الدنمارك هي اللي تعدي. انا معجب جدا بفريق الدنمارك ومعجب بالمدرب بتاعهم يوملاند، بيعمل شويه تغيرات في الملعب، الراجل عنده فلكسبيليتي، بتلاقيه ساعات بيلعب ثلاثه وفي نفس الجيم بتلاقي كريستنسن اخذ خطوتين قدام بقى في نص الملعب. ماتش هيبقى عنيف جدا جدا لان الفرقتين بيعتمدوا على جري كتير وخبط كتير، لكن وجهه نظري انا كنت بشوف ماتش النهارده ان التشيك مع كل القوه اللي بتعملها دي لكن الفريق عنده مشاكل في الوقفه الدفاعيه كتيره جدا، يعني تنظيمهم الدفاعي لو انت بتتفرج على الماتش ده وبتحاول بالراحه تاخده كادر كادر كده هتلاقي لا ان اللعيبه ساعات انا بكلمك فعلا بيتلموا على الكوره، يعني هم بيضغطوا ضغط عشوائي بيخلق مساحات كبيره جدا في ظهرهم. مع وجود لعيبه في فرقه الدنمارك ذكيه، الثلاثه اربعه الخمسه اللي بيهاجموا في الدنمارك سواء نص الملعب او الوينج باكس والمهاجمين عندهم ذكاء كوره، اعتقد انا ميال ان بقى ميال اكتر ان الدنمارك هي اللي تقدر تعدي الماتش ده. ياسر، نفس السؤال، تفتكر مين فرصه أكبر، كان دنمارك ولا تشيك؟ كل الكلام اللي قاله اسلام انا متفق معاه ومعاك جدا ان هي الدنمارك والاقرب هي الدنمارك. الماتش هيبقى ماتش تكسير عظام زي ما هو اتكلم واتكلم، يعني الماتش كمان هيبقى مختلف تماما. لو جه في اول 10 دقائق او ربع ساعه جول هتلاقي العدد الاجوال هيزيد هنا وهنا، لان ما فيش فريق هيسكت للتاني، وفي نفس الوقت الروح عند الفرقتين عاليه جدا، فما فيش فريق هيستسلم، الاستسلام هيبقى مش موجود خالص في المباراه دي. ولكن انا هتكلم على حاجه بسيطه كده، كان تقرير صحفي كان طالع كان عامله الاستاذ محمد عواد، ان هو بيتكلم على شركه سبورتس رادر، دي شركه المفروض ان هي بتعمل اسمها دوت بتعمل يعني بتعمل اناليسيس لكل البيانات وبتتوقع من خلالها ان اللي تشيك هي اللي تاخد البطوله. فانت فاحنا رايحين، والكلام دوت كان تم الاعلان عنه قبل ماتش هولندا والنهارده ودلوقتي، فاهم؟ بعد ماتش هولندا تشيك بتكمل، فانت كده فاهم، لو انت حسبت الحسبه بالورقه والقلم 100% ما حدش هيقدر يختلف معاك ان الدنمارك هتعمل ماتش عالمي، لان كمان الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجوده في الدنمارك اعلى حبه واتنين من التشيك. بس ستيل برضو في حته الروح زي ما احنا بنتكلم ساعات، الروح وبعض الخبرات والكلام ده كله ممكن يوقفك على رجلك شويه قصاد الدنمارك. ف ورقة وقلم دنمارك، توقعات بيانات، هنروح للتشيك إذا يوم 3 يوليو أو يوم إن شاء السبت الله. الجاي، مش هتفتكروش يا مشاهدينا إن أنتم هتكونوا على موعد مع مباراة ضعيفة في اليورو بأنها في ربع النهائي ما بين الدنمارك والتشيك، ولكن أنا عن نفسي وأعتقد أنتم متفقين معايا منتظر مباراة طبعا قوية خاصة المتساويات طبعا متقاربة. نروح للمباراة الثانية وقمة اليوم، قمة اليوم ما كانت ما بين البرتغال وبلجيكا، وللمرة الثانية على التوالي البرتغال تكون بتشارك في البطولة الكبرى بعد التتويج بيورو 2016 وتغادر البطولة من دور ال16 16 سواء كأس العالم 2018 أو يورو 2020. فهل فرناندو سانتوس رغم ان هو سيبقى صاحب الإنجاز التاريخي في تاريخ البرتغال، ان هو جاب لهم اول لقب رسمي، ولكن هل فرناندو سانتوس اصبح غير مؤهل لقيادة منتخب البرتغال، او منتخب البرتغال بأسمائه الحالية بقت اوفر كواليفايد على اسم فرناندو سانتوس اللي لما مسك المنتخب كان مناسب ليهم كمنتخب اندر دوج بيحاول ان هو يكافح ويناضل المنتخبات الكبيره فيفوز بيهم، ولكن الامكانيات حاليا هو مش عارف يتعايش معاها؟ هل تتفق معايا اسلام هذا؟ الحقيقه بقى يا احمد انا بتفق معاك جدا في فرناندو سانتوس لانه واحد من اكتر المدربين اللي عاملين لي لغز في البطوله دي، لان انت مش عارف تطلع من فكره الاندر دوج بتاعه البطوله اللي فاتت وان انت عمال تعافر كل ماتش وتخطف جون ومعاك فريق لا يعني نجوم في كل حته، يعني عامل زي بلجيكا كده، فريق عامل زي انجلترا، فريق كله السكواد فرنسا سكواد قوي جدا 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 وانت مش عارف تستغلهم وعندك مشاكل غريبه. طبعا طالع من مجموعه صعبه جدا، طالع احسن توالد بعد ما قدر منتخب المانيا يتعادل مع المجر، فانت طالع بالعافيه ومفيش مشكله، كلنا افتكرنا سيناريو 2016 انه طلع بثلاث نقط، لكن الاهم في الموضوع كله انت قدام المانيا
انت فرناندو سانتوس مش عارف تدافع قدام منتخب المانيا، مش عارف تدافع قدام فريق بيلعب 3 4 3. الجيم كله سايب اللعيبه الوينج باكس بتتحرك، جوسنز وكيميتش بيتحركوا وزي ما احنا شفنا الجيم كله. فجه تدارك الماتش اللي فات بتاع فرنسا، عمل ماتش احسن شويه، غير في العناصر في نص الملعب، رجوع ريناتو سانشيز فرق معاه جدا. انا النهارده عندي معاه مشكله ان الشوط الاول لو عمل شوط دفاعيا كويس جدا، عمل شوط من احسن اشواطه دفاعيه رغم ان دخل فيه جون، لكن ان هو كان مقرب المساحات جدا. الاثنين برناندو سيلفا وجوتا كان طول الوقت بيرجعوا وحتلاقيهم طول الوقت واقفين، وصل لفتره من الفترات انه كان بيدافع بست لعيبه. اذا انا اتعلمت الدرس، قدام المانيا فريق بيلعب بثلاثه، فالنهارده بلعب برضه قدام بلجيكا بتلعب بنفس النمط وبتعتمد على الاجنحه، فانا هقفل. لكن هجوميا ان انت تبقى شايف سوء الحاله بتاعت جوتا، سوء الحاله بتاعت برناردو سيلفا، شايف الفريق ما عندوش مشكله، خلاص دخل فيك جون وهتخسر. اتاخر جدا في التغييرات، يعني النهارده عدم الاستفاده من جواو فيليكس. اندريا سيلفا ده راجل هداف الدوري البرتغالي، وانت برضه ليك في الدوري البرتغالي وفاهم، طبعا يعني هداف الدوري البرتغالي ولعيب، حتى رافا سيلفا هو اللي نزل قلب له الماتش بتاع المجر. مجر فوجود عناصر قويه زي دي على الدكه وعدم استغلالها، وانت بتعتمد طول الوقت على ديجو جوتا وبرناردو، طبعا لعيبه كبار جدا، لكن واضح ان هم غير موفقين مثلا. مش موافقين تماما. الفريق لما اتغير، انا من وجهه نظري تغيرت متاخره، لا احنا شفنا الموضوع اختلف تماما. البرتغال في الاخر راحت باكتر من كوره، اندريا سيلفا لعيب كويس جدا وبيدي كمان حريه لكريستيانو في الملعب، يعني كريستيانو بيقدر يتحرك يمين وشمال. برونو فرنانديز لغز، يعني برونو فرنانديز لغز حتى شويه اللي اشترك فيهم النهارده، لا يعني ماتش، يعني بطوله من أسوأ البطولات اللي اعتقد اشترك فيها برونو. انا شايف ان حقبه فرناندو سانتوس اعتقد ان هي محتاجه تنتهي في منتخب البرتغال، ويشوفوا حد يقدر يشتغل مع السكواد اللي موجود ده. قبل ما اروح لياسر سؤال هامشي سريع كده، هل فرناندو سانتوس استوعب الدرس دفاعيا السنه دي عن المباراه السابقه، ولا خروج نيلسون سميدو وتواجد دياجو دالوت هو اللي وقف في الدفاع بتاع البرتغال على حيلها شويه، لان نيلسون سميدو الحقيقه يعني والله دي نقطة طبعا كلامك مظبوط 1000000%. دالوت عمل ماتش عظيم دفاعيا وهجوميا، كان من احسن اللعيبة. سميدو كان سيء جدا، لكن انا برضو مصر ان انت طول الوقت بايع سميدو، يعني انت كنت، هو سميدو كان بيتمركز وحش جدا، لكن انت بتخلي لعيب بيدافع على اثنين، فاوتوماتيك بيحصل له التشتيت بتاع اروح كده ولا اروح كده، وبيتلعب في ظهره. النهارده لو تراجع الشوط الاول هتلاقي كل كورة هجمة على دالوت هتلاقي قدامه برناردو سيلفا واقف، الناحية التانية جيريرو جوتا واقف جنبه، وكان في لقطة في الشوط الاول سانتوس بيزعق لجوتا وعمال يقول له ارجع ارجع، بيرجع يدافع. فده الطبيعي، وده انت استوعبت الدرس، وكمان اختلاف العنصر اللي هو الباك رايت فرق معاه كتير جدا. ياسر، كبرنا في السن وقد حان تحقيق البطولة للتذكير للناس تاريخيا بهذا الجيل. ده كان تصريح تيبو كورتوا قبل البطولة، فهل آن الأوان أخيرا، لأن ما ينفعش يصنف بلجيكا كمنتخب مرشح للوصول لأبعد مدى، وإنه يكون ترشيحه للفوز باللقب وإلا تبقى مشاركة يعني سيئة وتعتبر إخفاق للجيل الحالي؟ هي تقريبا خلاص يعني كده، دي اخر فرصه ليهم. حلو، بس علشان دي اخر فرصه ليهم، وزي ما الراجل اتكلم قال ان احنا كبرنا في السن، المدرب برضو مستوعب ان فريقه كبر في السن، ومستوعب ان الجانب بتاع خط النص وخط الدفاع كبر قوي في السن، وفي نفس الوقت مش هيقدر يشيلنا طول الوقت، فلازم نرجع ندافع. يعني انا وجهه نظري ان سانتوس كان متخيل ان بلجيكا هتنزل تهاجم، ما اعرفش كان جايب العشم دوت منين، فحاول ان هو يدافع في البدايه، لقى الموضوع خد الكرة، اتفضل الكرة يا باشا، خلي الكرة معاك، احنا مش محتاجينها، احنا هنرجع ورا. ليه؟ لان انا عندي الثلاثة اللي ورا والاثنين اللي في وسط الملعب هم يا دوبك بيشيلوا بعض، يعني علشان نقدر ندافع بشكل منتظم. في الهجمة المرتدة فانا عندي لعيب حيطة اقدر ابني عليها اللي انا عايزه، ادي له الكرة هيقف على الكرة لحد ما اللي جاي من تحت يجري له زي ما هو عايز، وهتبص على الفريق متناغم في الحتة بالذات. يعني لو حتى كنا اتفرجنا نتفرج على ماتش الدنمارك وبلجيكا، هيعرف بالظبط ان ايه اللي حصل، ايه اللي خلى الدنيا تتقلب كده وتنتهي ب 2-0، ان انت عندك الثلاثه اللي تحت المهاجم، والمهاجم تحركاتهم مع بعض وثنائياتهم وثلاثياتهم فوق الرائعه، بيلعبوا بشكل ممتاز جدا وبيتحركوا بشكل ممتاز جدا لما بيبقوا عايزين، وفجاه تلاقيهم بقوا اوف جيم. فانت النهارده في الهجمات المرتده بتشيل نفسك. النهارده لما كان عندك مشكله شويه في الثلاثه، يمكن يكون ما بيأدوش بشكل مظبوط، وكان كمان خرج اسمه دي بيروين، فالموضوع كان صعب. جالك واحد من على هازارد من على الشمال، حط كوره طبعا جون ما حدش يقدر يتكلم عليه، يعني طبعا لو هو اتعاد عظيم. 100 مره
مش حدش هيجيبه، لو عادوا 100 مره مش هيجيبه. هي زي ما بيقولوا على الكوره ديت كده، رغم ان هي انا عارف ان هي كوره ممتازه جدا، بس الكوره دي لو اتعادت 100 مره ما تجيش يعني. فلعبها بشكل ممتاز، فعندك حلول، الحلول بتتواجد وهتفضل بترجع وبتدافع وبتحافظ بالطريقه دي. هل الدفاع ده وخط وسط ده هيقدر يستحمل فريق زي المانيا؟ هل هيقدر ان هو يستحمل فريق زي ايطاليا؟ هيقدر مثلا يستحمل فريق زي فرنسا؟ ايا كان بقى مين اللي هيوصل، هيتقابل فين وفي اي دور يعني. هي دي اللغز، هي دي الحته. لكن النظام العام اللي موجود يؤهلك او يوصلك، بس ستيل لسه في بعض يعني من السرحان اللي بيحصل في الملعب بدون مبرر. في اوقات كده بتحس ان الفرقه بتاعت بلجيكا باديه الماتش مش موجوده، او في نهايه الماتش تبتدي تروح منها الفكره. هي دي النقطه، ده ممكن يكون ليه في الحته اللي في اخر ماتش، ممكن يكون بسبب العامل البدني والسن، ممكن اتقبل كده. لكن في بدايه المباريات زي ما حصل في ماتش الدنمارك، ليه؟ ليه انت بتنزل اوت اوف جيم؟ ليه انت بتنزل مش مركز؟ طيب او لا، عشان بعد كده تمهيد لسؤال تاني ليك برضه يا ياسر. بلجيكا في الشوط الثاني كانت مختلفة تماما عن الشوط الأول كأداء، ولا كانوا استمروا على نفس النهج وكانوا هم متفوقين على البرتغال؟ لا هم ما استمروش. هو انت عندك برضو يعني انت البرتغال ضغطت بشكل كويس جدا، وكان في سوء توفيق عشان الواحد يكون حقاني يعني. انت النهارده في المستوى اللي انت شفته مع التغييرات اللي حصلت في المباراه، سواء بنزول برناردو سيلفا او سوري بنزول فرناندو برونو بنزول فرنانديز. فرنانديز وبرونو فرنانديز، وبنزول كمان اللعيب بتاع اتلتيكو مدريد. يعني لا كاسكو. لا قبل كراسكو، قبل كراسكو هنا. لا انا بتكلم على البرتغال، انا بتكلم كمان انت نازل غير كان اسمه نزل ايه اندريا الرابع، سيلفا وبرنونو برونو فرنانديز. برونو فرنانديز، اندريا سيلفا وبرونو فرنانديز. لا جواو لما فيليكس. جواو فيليكس. وجوا فيليكس، بالظبط جوا فيليكس. لا الوضع اختلف، جت كذا كوره، كوره منهم اللي جت بالهيد وصدها كورتوا، جت في ايده كانت كوره الكورنر، وكوره ثانيه اللي جت في العارضه، الثغرات اتفتحت وبقى موجود اكتر، بقى فيه هجوم. فانا بقول لك لا، هو ما كانوش نفس الاداء. حلو، هروح بقى للاسلام واقول له بما ان فعلا الاداء في بلجيكا اختلف من الشوط الاول والثاني، واحد اهم الاختلافات اللي حصلت خططيا لبلجيكا في الشوط الثاني هي اصابه كيفن دي بروين. والان الاخبار تقول ان شكوك حول لحاق كيفن دي بروين وايدن هازارد ماتشيت بمباراه الاثنين ايطاليا. هل غياب الاثنين دول هيكون مش عنصر فارق، ده هيحول الموضوع ده هيكون 180 درجه؟ عنصرين، هيكون عنصرين، ده هي عنصرين، لان انت مش متخيل. انا يعني انا واحد من الناس كنت مبسوط جدا لهازارد النهارده، يعني لعب جيم اعتقد واحد من احسن ماتشاته السنين اللي فاتت، لان هو السنه دي ما لعبش اصلا، فماتش كويس. الماتش كان برضه فيليكس بريش الحكم، ما اعرفش انا حسيته ساب الجيم شويه، فبقى في خبط جامد وفي لعيبه بتضرب بعض. خبطه دي بروين طلعته بره، واضح ان دي بروين مش هيلعب الماتش الجاي. يعني انا وجهه اعتقد يعني الله اعلم، ودي ضربه كبيره جدا لمنتخب ايطاليا، لان ولا ميرتنز ولا كاراسكو بيقدروا يقوموا بالدور اللي بيعمله دي بروين. اللي بيعمله دي بروين ما فيش حد تاني في الفرقه بيعمله. وانت النهارده لما يكون ايدن هازارد بيبدا يفوق ويرجع للجيم يلعب 86 دقيقه، فجاه تلاقيه ماسك الخلفيه وطالع، ده برضو خبطه كبيره جدا، لان هم النهارده هازارد وجوده في الملعب في حالته في 60 70% من حالته يفرق معاهم كتير جدا. الحلول ايه التانيه اللي هو بيعملها؟ بيلعب بميرتنز وكاراسكو تحت لوكاكو، اتنين لعيبه اصلا اعتمادهم كله على السرعات والران في ظهر الدفاع وعلى التحولات. انت النهارده هتلعب قدام ايطاليا، تلعب قدام منتخب دلوقتي مختلف بيمسك الكوره، انت كمان عايز تقف على الكوره، انت كمان عايز توصل للجون باسهل عدد لمسات، ومش بس مجرد يبقى عندك لعيبه سريعه. فاعتقد ده هيفرق معاهم جدا، لان اتنين لعيبه من اهم اللعيبه اللي انت بتعتمد عليهم. منتخب ايطاليا اول ما بيفقد الكوره بيعمل ضغط عكسي اوتوماتيك عشان يسترد الكوره بسرعه، فانت النهارده متخيل تضغط على تيلمنز، تضغط على اليكس فيتسل، هتاخد الكوره، غير لما تضغط على ايدن هازارد، غير لما تضغط على دي بروين. عنده قدره على الوقوف على الكوره، عنده قدره ان هو يطلع الفريق كله وراه بلعبه واحده بباس واحد. فاعتقد لو فعلا غيابهم الاثنين هتفرق جدا مع منتخب بلجيكا. ياسر، أيهما أكثر حظا أو أوفر فرصا للتأهل، بلجيكا ولا إيطاليا؟ انا بص، عشان انا بشجع ايطاليا، فانا وأنا يعني كمان بعيدا بقى عن كل الارقام وكل الحاجات، فان شاء الله ايطاليا. إن شاء الله. ان شاء الله ايطاليا. بس اللي زي ما انت قلت دلوقتي وزي ما اسلام قال، لو الاصابتين دولت موجودين، يعني كده بقت بدل ما هي 50 50 بقت 60 لايطاليا 40 لبلجيكا، بعدم وجود الاثنين اللعيبه دولت بالذات. مع زي ما احنا بنتكلم، انت الضغط على اي لعيبه، الخمسه اللي هم الاثنين اللي في نص الملعب والثلاثه اللي ورا، هتاخد الكره بسهوله، هيبقى في عندك اخطاء،
النهارده انت شفت في الاخر تلت ساعه الضغط اللي عملته البرتغال على اسمه دوت، وعلى ما اعتقد ان الضغط اللي اتعمل من البرتغال ما يقلش ابدا عن الضغط اللي بتقدر تعمله ايطاليا في الماتشات اللي زي كده. فلا يعني ان شاء الله كده باذن الله قريبه اكتر لايطاليا. انت اسلام بتشجع ايطاليا برضو ولا مع مين؟ لا انا مش بشجع ايطاليا، لكن انا شايف حاجه برضو، خلي بالك 50 50. انا مصر، اصل انا معجب جدا بايطاليا، انا عاده ما بشجعش ايطاليا، بس السنه دي ايطاليا بالنسبه لي مختلفه. مختلفة. يعني انا ميال لل 50 50، لان انا شايف منتخب ايطاليا برضو منتخب قوي جدا، لكن المنتخب الايطالي عنده مشكله في الفينش قويه جدا، عنده طبعا مشكله في الفينش بتاع الهجمه، وقدام دفاع لعيبه كبيره في السن لكن عندها خبرات، وقدام كورتوا. كورتوا النهارده يعني انا مان اوف شايف ذا ان ماتش. كورتوا مان اوف ذا ماتش، وهو اصلا مان اوف ذا سيزون يعني غالبا في ريال مدريد، طبعا الراجل اللي عامل ماتشات كبيره جدا. فدي زي ما احنا قلنا اخر فرصه لمنتخب بلجيكا، ففكره حتى ايفن غياب هازارد غياب دي بروين هتفرق معاهم، هتفرق معاهم، لكن اعتقد المنتخب كمجموعه هو منتخب متماسك، منتخب كويس، مش هيبقى فيه افضليه كبيره لايطاليا عليهم. اعتقد انت النهارده ما تعرفش ايطاليا هتبدا بمين، هتبدا بلوكاتيلي ولا هيعمل ايه؟ يعني انا شايف بلوكاتيلي لازم يرجع، كيازا لازم يرجع، فاللعيبه دي كلها وجودها، وهل كيازا يبدا ولا بيراردي اللي يبدا؟ ما برضو عنده الماتش للجيم لما طول قوي استخدم كيازا، فقدر بالظبط النهارده في شويه مساحات، فكيازا بدا يشتغل بطريقه مختلفه. هيبقى الماتش 50 50. انا شايف برضو ان وجود لعيب زي كورتوا، لعيب وجود لوكاكو، تالمنز في نص الملعب، الاثنين سواء تورجن هازارد او مونيه ليهم ادوار كبيره جدا في الفريق. اعتقد هو 50 50 لغايه دلوقتي، يعني إذا من الماتشات الصعبه جدا اللي حد يتوقعها على فكره. يوم الجمعة المقبل في أليانز أرينا الأشجار هتحترق في غياب ألمانيا، سواء بفوز إيطاليا أو فوز طبعا بلجيكا. مباراة قوية جدا، وفعلا تيبو كورتوا أنا بعتبر إن هو النهاردة كان مان أوف ذا ماتش، وكان نص قوة الفريق. مظبوط، يعني بشكركم جدا، وإن شاء الله نكون كل يوم موجودين بقى، سواء إن إحنا شاء الثلاثة الله. اللي موجودين أو أسماء أخرى، فأكيد هنكون موجودين لتحليل يورو. شكرا جدا يا إسلام. ميرسي يا احمد، ربنا يخليك، مبسوط اني كنت معاك جدا، ومبسوط اني كنت مع احمد ياسر. أنا أسعد، وشكرا جدا يا ياسر. ويعني عايز أقول للناس قبل ما نقفل، هو إسلام باك ليفت على تويتر، هتلاقي على طول باك ليفت حابب تتابعه، وأحمد ياسر جول مشترك طبعا، وليه برنامجه العظيم اللي كلنا بنتابعه. فيعني لو حابين تتابعوهم أكتر وعايزين تستمتعوا بتحليلاتهم، أكيد تتابعوهم وتكونوا موجودين، يعني حتى لو بره في الجول، فهم أسماء تستحق المتابعة الحقيقة. اشكرك جدا يا احمد، ومتشكر جدا يا اسلام. يعني انا بستمتع دايما حبيبي، لما ببقى معاك، وبستمتع اكيد طبعا مع متشكر احمد، متشكر، مع احمد عريان، يعني من الناس المحترمه جدا الواحد بيقابلها. ومتشكرين جدا على شويه الدردشه الحلوه ديت، ونتمنى ان احنا نفضل ندردش مع بعض على طول في اي يا حته ان رب شاء الله يا رب. يا رب. إذن شكرا والى شكرا. اللقاء.